attention, please. تستعد الطائرة للهبوط التدريجي نحو مطار الخرطوم الدولي. من أجل سلامتكم وراحتكم يرجى البقاء في مقاعدكم وربط الأحزمة. وفي هذا أثناء اسمحوا لي أن أطلعكم على بعض الأجواء والطقوس الرمضانية في السودان. في السودان يخرج الرجل من بيته معه إفطار يفوق حاجته، ينتظر من يشاركه في الإفطار، وهذه واحدة من عادات السودانيين وخاصة في القرى والأرياف خلال شهر رمضان. أما مع بداية شهر رمضان يتم تنظيم مسيرة كبيرة تطوف شوارع المدن وتعرف بالزفة، وتتكون من الجوقة الموسيقية العسكرية وموكب لفئات شعبية مختلفة. المساجد والمآذن تزين بالمصابيح الملونة لتبقى على الحال طوال شهر رمضان. واعتاد أهل السودان تأخير مواعيد أذان المغرب وتقديم أذان الفجر والإمساك، وهذا احتياط للصيام. المائدة الرمضانية: تتكون المائدة الرمضانية من بساط من سعف النخيل مستطيل الشكل، بحيث يصطف حوله الناس في صفين متواجهين. يبدأ الإفطار عادة بالتمر، ثم طبق البليلة وهو عبارة عن حمص مسلوق وتمر، وبعدها الشوربة أو عصير الليمون. ومن أشهر الوجبات الرمضانية السودانية هي البيكة والعصيدة وملاح الروب والقراصة. أما لو كنت عطشان فالحل إنك تجرب الأبري المعروفة أيضا باسم الحلو مر، وهو شراب يقضي على العطش، ومن عادة السودانيين أن يفطروا عليه. ومن المشروبات الأخرى المشهورة في السودان هي الأبري الأبيض وقمر الدين والكركديه وشراب المانجا والفواكه الطازجة. من عادات أهل السودان التي تلفت الانتباه ظاهرة الإفطار الجماعي في الشوارع والساحات العامة، ومن كرمهم كثرة التهادي بالأطباق الرمضانية قبل الإفطار. وفي مثل في السودان بيقول: الفقراء بيتقسموا النبقة، بمعنى أنه حتى لو كان الإنسان فقير فهو مستعد يقاسم أي شيء صغير مع أخيه الإنسان. رمضان كريم.